أمسية طيبة للجميع مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء. تنبيه من المستوى الثاني ساري المفعول خلال أمسية اليوم حتى خلال يوم الغد عن تواصل لتهاطل الأمطار بكميات معتبرة قد تصل لغاية 50 ملم خاصة على الواجهة الوسطى والشرقية، تواصل كذلك لتساقط الثلوج على القمم الجبلية الداخلية من الغرب نحو الشرق التي يزيد علوها 800 متر. إذا خلال يوم الغد الجمعة إن شاء الله مصلحة الأرصاد الجوية ترتقي دائما اضطراب جوي نشط الفعالية مرفوق بأمطار على شكل زخات رعدية إن شاء الله ستخص تقريبا جل السواحل، الأمطار مرفوقة كذلك ببعض حبات من البرد خاصة على السواحل الوسطى والشرقية، تواصل كذلك لتساقط الثلوج على المرتفعات الداخلية التي يزيد علوها 800 متر خاصة المرتفعات الوسطى وكذلك الشرقية، سحب سفلى كثيفة ستخص شمال الصحراء. 7 درجات دون الصفر خلال ليلة اليوم وخاصة صبيحة الغد على البيض، 2 درجة دون الصفر على تيارت، 5 درجات دون الصفر على باتنا، 6 درجات كذلك دون الصفر على سطيف، قسنطينة، قلماميلة، خنشلة، سوق أهراس، مقاييس ما بين 4 درجات لغاية 6 درجات وهذا على السواحل، 0 درجة على بشار وغردية، 14 درجة على أقصى الجنوب. أما خلال ظهيرة الغد إن شاء الله درجات الحرارة القصوى دائما في تراجع، طقس بارد تقريبا على كافة المناطق الشمالية خاصة المرتفعات والهضاب، ننتظر 3 درجات فوق الصفر على البيض سعيدة وأفلو، 5 درجات على الجلفة والغواط، 6 درجات على تيارت وسطيف، 9 درجات على كل من تيزي وزو البويرة وحتى على باتنا. مقاييس ما بين 11 درجة إلى غاية 13 درجة على السواحل، تقريبا نفس المقياس على غردية بسكر المغير وتوغرت، 10 درجة على تيندو، 17 درجة على الصحراء الوسطى، 21 درجة على أقصى الجنوب وبالتحديد على إنقزام. البحر خلال يوم الغد يبقى قليل اضطراب إلى مضطرب حاليا خاصة على السواحل الشرقية، بينما قليل اضطراب على السواحل الوسطى وحتى على السواحل الغربية، رياح ضعيفة غربا وحتى على السواحل الوسطى لكن معتدلة شرقا لن تتعدى 40 كيلومتر في الساعة.